احنا كلنا متفوقين نعرف ايه هو بقى الدور. مساء الخير، مشكور وعندنا ايرلي فايلوتيك تشينجز، which is a marker of progress، يعني اكتر من ست شهور.
الرديولوجي الحقيقه في نظرنا ان احنا عندنا كيس اوف كرونيك انترستيشيا لانج ديزيز، وهم طلبوا مننا ان احنا نستعرض الهايبر سنسيتيفيتي ليونايتس. دي بيبر من الايطاليان جورنال اوف بيدياتريكس، دي كانت نون سيستماتيك ريفيو، عملوا ريفيو بقى لحتى الهايبر سنسيتيفيتي ليونايتس من 1932 لحد 2021. هم قالوا هايبر سنسيتيفيتي ليونايتس هي واحده من شرط كرونيك انترستيشيا لانج ديزيز الباثوجينيسيس بتاعها. immunological reaction caused by recurrent exposure to triggering environmental agents وأكثر agent probability antigens في الأطفال. وده جدول بيوضح أكثر antigens بتاعهم hypersensitivity pneumonitis وعنهم البيت antigens والفروة بتاعت الحيوانات والكازمين كلوز 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 طيب عشان نشخص hypersensitivity pneumonitis احنا محتاجين ثلاثة فاندمنتال كريتيريا. أول حاجة سجلت الهيستوري اكسبوجر، ثاني حاجة الريسبيراتوري سيمبتومز، كرونيك كاف، ديسبنيا، والويت لوس بلاجن، والهايزوليشن فيتشر فايندنج اللي هي كونسيستنت مع انترستيشيال لونج ديزيز. لو هنرجع على البيشن بتاعتنا كده عندنا قطعتين بس من البسيطة، عندنا الريسبيراتوري سيمبتومز وعندنا الانجن، كده احنا فاضل آخر قطعة. لما جينا تاني بقى نتكلم عن الأم لقيتهم إيه؟ هلاقي إن في أي هيستوري أنرجن اكسبوجر، في حاجة الأم اللي فيها هيستوري لهيفي اكسبوجر للأنرجن عندهم عشة فيها طيور وفيها حمام. البنت كانوا بيدخلوها وهي عندها 7 شهور، ومن حتى البنت علقت بالطيور دي وحاجات كده. فاحنا كده كملنا تالت بتاع البازل في الكيس بتاعتنا. وعشان كده الدوفر بيس از نوت اولويز بيس. طيب احنا هايبر سنسيتيفيتي بنمارس فرق ريفيو اتس ا ريتشارد ديزيز بيسبريد حوالي 4 حالات في كل 1 مليون والانسنس 2 في السنه. دلوقتي تاني كل كوز اوف كرونيك انترستيشيال لانج ديزيز. عشان نشخصها محتاجين ستريم بازل بيس اللي احنا قلناهم، عندنا ستريم لايز اوف برزنتيشن اكيوت سب اكيوت الكرونيك، واهميه التدفئه دي بس في الريفرسبيلتي لان كل ما احنا اكيوت فاحنا عندنا هاي بوتنشال فور ريفرسبيلتي بعد الانتيجين الاكوردنس. سب اكيوت والكرونيك يبقى للاسف عندنا المودريك الكرونيك تشينجز فده بيقلل فرص الريفرسبيلتي. طيب ايه اللي يخلي الطفل يتعرض للانتيجين يبقى افكت للطفل تاني؟ لا هي مش معروف بس قد تكون الاجابه في الجينيتك بريديسبوزيشن. ده الجوريزم دياجنوستيك وثيرابيتيك الجوريزم للهايبر سنسيتيفيتي نايتس هم نفس السي بوزيتيف كيسز الاسبيراتوري سيمبتومز الانفايرمنتال هيستوري والانرجي البرمولي فانكشن تيست كلابراتوري ستاتس هي كلها حاجات مساعده جود بوزيتيف لكن هم مش جود نيجاتيف. البرونك اكتر نقاش مهم جدا وهو الجود ستاندرد بس في الاول في الكيس بيبقى عندنا انفوسايتوس بيبقى عندنا بيدومينس للسي بوزيتيف سيلز. اللانج بايوبسي والبروفيكيشن تيست دي اكتر في الادلتس مش دي الاوي في الاطفال. طيب ايه التريتمنت اوبشنز؟ في كونفشنال اوبشن ثيرابي فروم كلابيتوس فيزيوثيرابي اول اكسبوجر سموكينج فاكسينيشن للار اس في والانفلونزا فايروس فاكسين. احنا عندنا تو كول ريسبونس اوف فاشن في الهيبر سنسيتيفيتي ليونايتس مع انهم هو فيلر اويدنس اعتقد ان احنا ممكن نطلب بلاستيك ميشرز من الكيرز ونحطهم على الزيرو من اللي انت جبته فيه لان الانتي دي بتكون ايرو فيريك ممكن تقعد في الجو في الحيطان ممكن تقعد في دون سكين. تاني حاجه الاستيرويدز طبعا هينفل ان هو بيعملوا سيستم ديستريبيوشن بيحسن البرمولي فانكشن تيست في الاكيوت بيبقى عايزين ال 2 3 ويكس الكرونيك بيبقى عايزين جرعات اكتر في لونجر ديوريشن. اي سوليو جول في الحاله دي افكت ان هم بيبقوا بنتريشن هم اوريد على الدكتور بنزيتر. وفي اوف ليبل ثيرابيتيك اوبشنز زي الاسبرين ان اف التوكسيمان والانتي فايبوتيك ميشنز. طيب اور تيك هوم مسج هيبقى سنتيك ان ما تسكيس تو بي سسبكتد ان اي تشايلد اتس كرونيك اور ريكورنت اوف ان انرجي سجستيف اوف كرونيك لانج ديزيز. مهم جدا نسال على الهيستوري اوف انرجي اكسبوجر في حاله كرونيك لانج ديزيز. هيبقى سنتيك ان ما تسكيس في لاس كونسبت زي الحاله بتاعتنا الطفل ممكن يجي هي الليت ستيج اللي هو خلاص حصل بريكونكال ثيكنج وحصل كارديو انفكشن. لما نشوف ايكو في سيفير بارماني هايبرتنشن وخصوصا لو هو ما عندناش انت انت كارديو باثولوجي لازم ندور على تشيست بوكس. واخر حاجه ودي اكتر للجونيور دكتورز مش كل حاجه جايه الضغط ريسبيراتوري ستريس ولكن بيشنز هي حاله بنمونيا انتي بايوتكس فول ستوب خصوصا لو في ماركرز اوف كونسي. شكرا. شكرا جدا يا بابي، حاجه جميله جدا وفيري انترستد. وتقول لنا برضه ان الهيستوري مهم جدا في ان احنا نوصل بس كنت عايز اسالك انتوا عملتوا لها في السي بي سي هل كان عندها اسم فيه او الار جي بي بتاعها كان عالي؟ ما
ما اتسحبوش هو بس جاست بس كان فيه مايلد لينفوسايتوزس لكن ما كانش فيه زينوفيليا ما اتسحبوش. بتيجي من الانهيليشن بتاعت ال لا هو هو حتى مش هو سبيسيفيك هو لما حتى لو انا خدت لاج في لاج باثولوجي يبقى سبيسيفيك دي ليه مش دروس فالهايبر ديزيز اتش ار اي ار ده كاونت بروتين الرجي فيري كومن في الحالات دي والقرب المنال عندكم او الارتفاع البريشر الراي سايد بريشر ده اذا ما كانش العيان ومستلقي عشان فايبروسيس يبقى يتحط ده الديفرنشال دايجنوز ده في الاستريكت يعني انا هشوف البرنامج فانكشن بتاعه از انستريكت اور اوبستراكت اوبستراكتيف بيعكس السيستم فايبروسيس ريستريكتيف يبقى دي تتحط في الاول واول حاجه تعملها عشان اوصل للكاونت بروتين الرجي هي ايه 5-15% من نورمال بوبيليشن اللي في عندي اسبجهام اسبجهام 2012 واسبجهام 2016 اسبجهام دي اللي هي الجمعيه بتاعه الجلد كنترول دول امبوسيبل انا شخص غير بالدياجنوستيك ديفينيشن الحالات المشهوره. هي انا شايف حاجه جدا جدا على الحياه المقدمه قوي قوي بس احنا زمان ايام يعني ايام الديناصورات كان في تعاون ما بيننا وما بين عيادة الجسد ما كانش في حاله كرونيك كاف غير لما تيجي تعمل ايه فمعرفش ليه النظام ده لسه قائم ولا لا. لا قائم يا دكتور هو بس كان البيت فول ان الحاله في الاول شيء اوفر لود ان هي برومبي يومين لما الايه ولما الايه اتعمل هي حاله بيور كارديولوجي هي وحيد البيت فول اللي احنا عايزين نوصلها ان احنا لازم ندخل معانا نشوف الحاجات اللي هي على المسجد يعني ما كانش مثلا عامل وصفه كده تمام بالظبط زي ما انت شايف هي دي البيت فول اللي احنا عايزين نوصلها بتاع الراس والبرومبي زي السيشن الحاله بتاعت اوكي